قديش وشويحة وحيلثانة ولا ما يثاد وقديش عمر متنا الصويان مث كشبينا إثبان مارح وصراح مالين أقدم عذاب خل عدم مار أدخل أو وورا وروحة قدشا العلمي ربنا وإلهنا أنر عقولنا لننصت إلى وصاياك المحية والإلهية وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد نستمع إلى كلمة الله تعلن لنا من خلال ثلاث قراءات الأولى من سفر أعمال الرسل تعكس حياة الجماعة المسيحية الأولى التي ينعشها الروح القدس والإشارة إلى حضور أناس من بلادنا دليل على انتشار المسيحية فيها عندما كتب لوقا سفر الأعمال نحو عام 90 والثانية من الرسالة الأولى إلى أهل قرنثيا تعدد مواهب الروح القدس التي تبني الجماعة والثالثة من إنجيل يوحنا فيها يشرح يسوع دور الروح القدس الذي يذكر بتعليمه ويساعد على فهمه وعيشه أنصت إلى قراءة من سفر أعمال الرسل بارك يا سيد ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوقف على كل منهم لسان فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء فلما انطلق ذاك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده فدهشوا وتعجبوا وقالوا أليس هؤلاء المتكلمون جليليين بأجمعهم؟ فكيف يسمعهم كل منا بلغة بلده بين فريثيين وميديين وعلاميين وسكان الجزيرة بين النهرين واليهودية وقبدوقية وبنطس وآسيا وفريجيا وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا المتآخمة لقيرين ورومانيين نزلاء ها هنا من يهود ودخلاء وكيريتيين وعرب فإننا نسمعهم يحدثون بعجائب الله بلغاتنا وكانوا كلهم دهشين حائرين يقولوا بعضهم لبعض ما معنى هذا؟ هذا كلام الرب من رسالة بولس الرسول إلى أهل قرنثيا بارخ مار أما المواهب الروحية أيها الإخوة فلا أريد أن تجهلوا أمرها
تعلمون أنكم لما كنتم وثنيين كنتم تندفعون إلى الأوثان البكم على غير هدى، ولذلك أعلمكم أنه ما من أحد إذا تكلم بإلهام من روح الله يقول ملعون يسوع، ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس. إن المواهب على أنواع، وأما الروح فهو هو، وإن الخدمات على أنواع، وأما الرب فهو هو، وإن الأعمال على أنواع، وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فهو هو. لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام، فلأحدهم يوهب بالروح كلام حكمة، وللآخر يوهب وفقاً للروح نفسه كلام معرفة، ولسواه الإيمان في الروح نفسه، وللآخر هبة الشفاء بهذا الروح الواحد، ولسواه القدرة على الإتيان بالمعجزات، وللآخر النبوءة، ولسواه التمييز ما بين الأرواح، وللآخر التكلم باللغات، ولسواه ترجمتها. وهذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعاً على كل واحد ما يوافقه كما يشاء. النعمة والسلام مع جميعكم يا إخوة، آمين. لنقف باستعداد ولنستمع للإنجيل المقدس. جدد في باطني من أمام وجهك، لا تطرحني وروحك القدوس لا تنزعه مني. أردد لي سرور خلاصك فيؤيدني روح كريم. شت مراني شو امشي حا كارزوسا يوحنا قال الرب لتلاميذه: إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي، وأنا سأسأل الآب فيهب لكم مؤيداً آخر يكون معكم للأبد. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي
هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. ومتى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن الآب روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ البدء. قلت لكم هذه الأشياء لئلا تعثروا. سيفصلونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي لله عبادة، وسيفعلون ذلك لأنهم لم يعرفوا أبي ولا عرفوني. وقد قلت لكم هذه الأشياء لتذكروا إذا أتت الساعة أني قلتها لكم. والمجد لله دائما، والرب يبارك عليكم. المجد للمسيح ربنا، آمين. اليوم عيد حلول الروح القدس، 7 أسابيع من الصوم احتفلنا بالقيامة، و7 أسابيع من الفصح نحتفل بحلول الروح القدس. أكو فرد تسلسل مهم أن نفهمه وندخل بينه، لأنه المشكلة حكاها يسوع في كلمات هذا الإنجيل اللي سمعناه، أنه راح تتعرضون إلى مشاكل، ويظن الذي يقتلكم أنه يقرب قربانا لله. وهذه شفناها بهذه السنوات الأخيرة. أشني مشكلة الناس؟ مشكلة الناس هي التبعثر، التشتت. مشكلة الإنسان من ما يكون مثقف ما يجمع. الطفل مشتت، الأهل يدربونه حتى يكون عنده هدف بالحياة، حتى يعيش عنده محور. أهم شيء بالحياة هو أن نلم حياتنا حول محور واحد، وهذا صعب، صعب على صعيد الفرد وصعب على صعيد الشعوب. هاي الانتخابات جاية، واحد يجر بالطول والأخ بالعرض، هاي مشكلة. شلون راح نخلي الناس تفهم هدف الحياة؟ هدف الحياة هل يا ترى كل الناس تفهمه؟ المسيحية تقول بأنه الحياة هي 3 مراحل: مرحلة العطاء، مرحلة الاستقبال، ومرحلة التجميع. العطاء هي الخلقة، الله الآب يخلق، يعطينا هذه الدنيا، يعطينا جسمنا، طبيعتنا، أرضنا، كل هالموجودات اللي بالعالم الرائعة. لكن هل يا ترى نستقبلها بصورة صحيحة؟ هذا هي المشكلة الثانية. كثير من مرات واحد ينطيك هدية ما تريدها، ما تحتاجها، أو ما تعرف شلون تشغلها. أش يستفيد منها إذا ما يعرف شلون يشغلها؟ عندنا نحن بلد رائع، لكنه مدى نعرف شلون نستعمله. وأكو بلدان كل شيء ما عنده، حرام، بس حجار وشوية ماي وعملوها جنة. ليش؟ لأنه القضية مو أن يكون عندك، لكن شلون تستعمل الشيء اللي عندك. أكو عندهم فلوس بس ما يعرف يأكل، وبالعكس يصير كوليسترول ويصير مشاكل أمراض. بس المشكلة هي شلون نستقبل. إذن الديانة المسيحية مبنية على العطاء والاستقبال وجمع الأشياء اللملمة. الروح القدس هو يجمع أبناء الله المشتتين. الروح القدس هو عطية الله، شلون نستقبلها؟ يتوزع علينا. راح يكون الروح القدس آخر الكشف اللي يكشفه يسوع للتلاميذ.
يحكي عنه ويتكلم عنه، لكن لما يجي على الرسل راح ينتظرونه وراح يغير حياتهم. تتغير الحياة من واحد يفتهم. كثير مرات شاب مراهق مبهدل ما يعرف، وفجأة يفهم معنى حياته وتتغير حياته. كثير مننا يهتدون متأخرين، ياما وياما عندنا ناس قديسين اهتدوا متأخرين، اكتشفوا معنى حياتهم متأخرين. ليش؟ لأن كانوا يلتهون بأشياء عديدة، وهي معاناة كبيرة في زماننا، خاصة الشباب اللي ما ليل نهار ونهار ليل، واللي ما عندهم محور لحياتهم، لا يشتغل حتى يبني نفسه، لا يشتغل حتى ياخذ شهادة. فأشوف كثير من الناس عندهم هالمعاناة. هاليوم إذن هو عيد ميلاد الكنيسة، عندنا عيد ميلاد يسوع، عيد الاستقبال. مريم استقبلت يسوع في بطنه، عطتنا هو، علمنا، لكن اليوم نستقبله نحن مكان مريم، مثل مريم نستقبله. وهذا الروح القدس راح يرمز إلينا بعدة معاني. يرمز إلينا مثل ما تشوف على المذبح خلفي، يرمز إلينا بألسنة من نار، يقول سفر أعمال الرسل، نزل على الرسل بألسنة من نار. نار، ألسنة، لغة، كلام، لغات عديدة، يعني راح يكون عندهم تأثير على العالم. وفعلا هاي النتيجة مالتهم، أنه إحنا اليوم ده نحتفل بيهم، هذول اللي صار لهم 2000 سنة قبلنا كن عاشوا هذه الخبرة. الروح القدس هو الماي اللي نتعمذ بينه، الروح القدس هو الريح اللي يهب حيث يشاء، ولهذا اسمه روحة، ريح، روح باللغة الآرامية، الروح والريح نفس الكلمة. الروح القدس هو أيضا الإيد، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الروح القدس هو هالتحول، التغيير اللي يصير في حياتنا. الروح القدس بينه معاني عديدة، هو الحمامة، حمامة السلام اللي نزلت، اللي كانت في علامة السلام في طوفان نوح، هو الغيمة اللي نزلت في هيكل سليمان وكشفت عن سكينة الله، هو أيضا الختم اللي بسفر الرؤيا، الختم، القفلة، النهاية اللي راح نعيشها كمسيحيين في دينونة الأخيرة، هو أيضا الرحمة والحنان، هو العلامة. المسيحيين راح شوية شوية يكتشفون أنه الله رحوم، فعلا حنون. وبالمناسبة هاليوم هي الذكرى 12 على تأسيس هالنشاط في أبرشيتنا، واحة الحنان، للاهتمام بالذوي الاحتياجات الخاصة. بدوا فريق من شبابنا وشاباتنا قبل 12 سنة واستمروا يدورون على الأضعف بيناتنا، اللي عندهم عوق، اللي عندهم فد شيء ناقص، إما في جسدهم أو في نفسيتهم أو في يعني ما يشبهون الآخرين. هذولي واحة الحنان فعلا اسمع على جسمه، تكشف هذا الروح القدس اللي هو حنية. لأنه الديانة اللي ما بيها حنية ما ديانة. مع الأسف مرات الديانة تتحول إلى قسوة، إلى أنانية، إلى بس أنا أحب ذاتي. لكنه هذا النشاط في أبرشيتنا هو بركة، بركة. وفعلا أشعر أنا من جيته قبل 7 سنين شقد هذولي الأضعف هي بركة إلنا، والفريق اللي يهتم بيهم
شوية كورونا أجلت وأخرت وأضعفت من نشاطاتهم، لكنه الاهتمام نفسه باقي، أنه هذول الأضعف بيناتنا يحتاجون عناية خاصة، اهتمام خاص، ما يكونون منبوذين. وهذا الاهتمام قد يكون أيضاً مع بقية الشرائح. إحنا ما عدنا بالإيمان المسيحي فرق بين رجل وامرأة، كبير وصغير، طفل وعجوز، ما عدنا فرق، الكل إحنا أولاد الله. لا بل الأضعف والأفقر والأمرض والغريب، كلهم هذولي كانوا علامات على حضور الله بيناتنا. الله ما ينطي إلا من خلالنا، وهذا هو اللي اكتشفته واحة الحنان ومارسته بهالسنوات. ولهذا أطلب منكم أن تصلون من أجلهم، من اللي موجودين هسا، ومن اللي سافروا أو توفوا، من اللي عاشوا هذه الخبرة، الله يبارك بحياتهم ويغزر من حنانهم ورحمتهم وحنيتهم علينا وعلى بعضنا البعض. لابد أن يجي دورنا كلتنا، أنه في يوم نحتاج حنية غيرنا، رحمة غيرنا. هذا هو اللي أتمناه فعلا في أبرشيتنا، أنه الاهتمام الأول يكون مصبوب على اللي يحتاجون إلى مساعدتنا. أما وسائل الإعلام وأشقى تحكي والأقوياء، فهذول ما عندنا مشكلة معاهم، إحنا مشكلتنا مع يسوع. يقول مهما فعلتم بإخوتي هؤلاء الصغار، يعني ضعفاء، فبي فعلتموهم. إذن الروح القدس يتكلم، الناطق بالأنبياء. ماكو أنبياء؟ كلتنا أنبياء، إحنا أنبياء. الناطق بالأنبياء اللي يتكلم من خلالنا، من خلال معلم التعليم المسيحي، من خلال كرازة الكاهن، من خلال العلاقات الاجتماعية بيناتنا، من نروح تعزية ونشوف ناس محتاجة إلى تعزية، نتكلم. يعطينا الله الشجاعة. شون كانوا الرسل ما عندهم قوة وشجاعة وبعدين انطلقوا يحكون، هذا الروح القدس يتكلم بينا. روح يسوع اللي نطلبه كل قداس قبل التناول، نقول أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. بس هو يجدد الأرض، هذا الريح، هذا الروح يجدد عالمنا، ينطينا نحن هالحيوية والنشاط اللي ممكن تدوم حتى بالشيخوخة. كثير ناس يمكن يقفلون من وقت، يصيرون كآبة، يمكن يصيرون كأنه أخذ شهادة وخلص. الحياة ما بيها شهادة، الروح القدس ما بينه شهادة. ولهذا تشوفون خلال هالألفين سنة الأخيرة من عمر المسيحية، شقد ظهرت رهبنات، شقد ظهرت نشاطات، شقد ظهرت أخويات، شقد كتبوا أشعار، شقد كتبوا، شقد رسموا أيقونات، شقد رسموا لوحات. إبداع بالروح القدس. لما نستعرض كل هالإلهامات الرائعة اللي حط الروح القدس في أولاده وبناته، هذا الروح القدس أنصحكم صلوا له، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، لأنه ساكن بيكم، أنتم هياكل الروح القدس. حكوا معانا من الصبح، سلموا علينا، يا روح القدس، يا روح يسوع، إلهمني، فرحني، ساعدني، افتح عيوني، افتح قلبي. صلوا له، سمونه مع الأسف في الأزمنة الصعبة، سمونه الروح القدس المجهول الأكبر. لا يكون عندكم مجهول هذا الروح القدس، هو روح يسوع، هو اللي يلملمنا، اللي يجمعنا، اللي جمعنا اليوم بهذه الكنيسة، اللي يجمع قلوبنا، اللي يجمع العائلة. الأم تلم، الأم تلعب دور الروح القدس فعلا بالبيت، لما تلمكم حول المائدة، لما تجمعكم. كذلك الروح القدس يلمنا، يجمعنا، ينشطنا، يفرحنا، ينطينا هذه البساطة اللي كثير من الناس فقدوها. نصليها اليوم حتى
هذا الروح القدس، وخلال هالأسابيع السبعة القادمة تكون فرصة تأمل واستثمار لهذا الرصيد اللي عطانه الله في قلوبنا. رصيد هو مثل الأرصدة بالبنوك، رصيد الروح القدس هو بينا، هو المواهب، هو الكاريزمات، هو العطايا اللي ينطيها، والعطايا الفهم والمعرفة والفرح والمشورة وكل هذه. الروح القدس يحول الشباب إلى شيوخ حكماء وعقلاء، اللي ما عنده الروح القدس الله يساعده. نصلي إلى هذا الروح القدس، خلي هو يفهمنا رسالة يسوع ومعنى عمادنا وإيماننا. آمين. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين: ساعدنا أيها الروح القدس، ساعدنا أيها الروح القدس. من أجل أن تتبدد الغشاوة عن أعيننا فندرك حقيقة دعوتنا المسيحية ونعيشها في الحق والنور، نسألك، ساعدنا أيها الروح القدس. من أجل أن يغدو كل واحد منا خميرة إنجيلية حيثما تواجد، نسألك، ساعدنا أيها الروح القدس. من أجل أن نتذكر دوما بأننا هياكل الروح القدس فنحفظ أفكارنا وأجسادنا نقية ونعمل على تقديس ذاتنا والآخرين، نسألك، ساعدنا أيها الروح القدس. من أجل أن تنير الجميع في سبيل المصالح الوطنية واستعادة السلام والاستقرار إلى بلادنا عاجلاً، نسألك، ساعدنا أيها الروح القدس. يا رب، من أجل أن تشفي عالمنا وبلدنا من وباء كورونا فينعم الجميع بصحة جيدة ويمجدوك، نسألك، ساعدنا أيها الروح القدس. يا رب، من أجل خدمة واحة الحنان لتبارك العاملين فيها والإخوة والأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة ليعيشوا بحسب إلهامات الروح القدس، نسألك، ساعدنا أيها الروح القدس. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس. أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكل. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. الذي ذبح من أجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكر موته ودفنه وقيامته. ها إننا بحسب وصيته نقرب لك هذه الذبيحة يا ربنا وإلهنا، فتقبلها منا بنعمتك ورحمتك الآن وإلى الأبد. آمين. وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا تضع هذه الأسرار المجيدة على المذبح الغافر وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء، لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا عونا وخلاصا
وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حلاوة ولو راوة الروح قدشة عالمذبح قدشانة ودخرانة لو ثلت مريم أم دالها كل عما آمن ومن دخراً مرتما عالمذبح قدشة عم كندا صاح سادت تتكلم أشخي وصورة كلون عني ذيد وقيم تشفتة شو حقي اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، ولا سيما لأجل أنجيل نعمة ديوتشي بمناسبة السنة على وفاتها، فكرة قربيت نزار وشقيقه الشهيد أديسون، الأخت حنان الدومينيكية، ناظم أنطون توما وزوجته هرية اصطفان نعوم، الدكتور رياض رمو، صبيحة نعمة الله هندي وشقيقتها فيكتوريا، عصام شوكة رزق الله وزوجته نضال ناصر هندي، صباح ناصر هندي، الشماس شامل نعوم وزوجته ماتيلدا بهجة الياس، عزيز بهنام بولس وزوجته فريدة عبد الأحد، ميخائيل الشماس عزيز وزوجته بسيمة قربيت يوسف، كامل الشماس عزيز، نسيمة سليم أنطون، ناظم جورجي سليمان، صبحي نعمة وأخويه لطفي ونوزاد ديوتشي، ماريا رزق الله وابنتها إلهام وصبيحة ديوتشي، أنجيل نعمة الديوتشي، أمير يوسف نعمة وابنته بيداء، ألبرت يوخنا داود، إبراهيم جرجيس، بولس حنا إيليا وزوجته كاترينا فرانسيس عيسى وأبنائه الشهيد ويلسون وويليام بولس، حنا عبد العزيز هندي، زهير إبراهيم وولديه الشهيدين أكرم وعلاء، نجاح عبد الأحد حداد، نال عبد الأحد حداد، على نية شفاء مريضة، على نية خاصة، هيثم حميد توما، حميد توما وزوجته نائلة سليم، ناصر نعوم عزاوي وزوجته ماري توما وأولادهم إلهام وجمال وأحلام،
فراس نعيم، روبيل مكسابو وزوجته سارة أنطون، وسيم بطرس خاتشيك، ألويردي أنطون وزوجته مارغريد وابنهما سعد، جمال عيسى ألتون وزوجته نديمة أنطون يوسف، علانية شفاء مريض، سالم يوسف إيليا، أديب عبد الجبار وابنه الشهيد سعد، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكك يا رب على نعمك الغزيرة، إذ أهلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، فإننا نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، وأن نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. شلاما عمخون عما عمروحا أحايها وشلاما حاذ الحاذ بحبيت أمشيحا نحمد الرب جميعنا ولنتضرع إليه بطهر وخشوع لكي يفيض أمنه وسلامه في قلوبنا وفي العالم. فرئيس الأساقفة قد اقترب ليصلي لكي يزداد لنا السلام بصلاته. اخفضوا أنظاركم وارفعوا أفكاركم إلى السماء وصلوا بخشوع وتقوى ليحل السلام فينا. طيب وثيد ما راني شو عمشيحة حب دا لها أوا وشو تابو ثد روحة قدشاتي ويعم كلان هاشا ووخل زوان والعالم علمين كل مثقارة يا إيه وزادي يا إيه وزادي عما أنيا يستحق اسم ثالوثك المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك
وربوات الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح والكاروبيم والسرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين: هذه القوات السماوية نحمدك يا رب ونبارك كلمتك المتجسد، فهو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، وهو لم يعد مساواته لك غنيمة، بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا، وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزاً بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك: أنت يا الله أباه الضابط الكل، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأساً طاهرة وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بألوهيتك، وعضدت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم: السلام معنا. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي أفضتها على الطباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الجاثاليق الباترياركي، ومار يوسف رئيس أساقفتنا، وكل الأساقف والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب، اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين هاهنا والمنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد العراق وسكانه. آمين. وهذه المدينة كركوك وأهلها. آمين. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف، امنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر، وقد الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة، أنهي الحروب واهدي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف
فنعيش حياة هادئة وادعة في النقاوة والتقوى. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسولي عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحيي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا. السلام معنا. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. يأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك، وبأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في بيعتك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. طيبنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من الخطية أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا ويسر برجوعنا. اغفر لنا خطايانا وذنوبنا التي نعرفها والتي لا نعرفها بنعمتك ورحمتك. آمين. بارك الله. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية، ونحن غير مستحقين. نحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح، ونسم بدمه الكريم باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. لقد أفرزت هذه الأسرار المجيدة وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت باسم الآب مغفرة لخطايانا ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي ها هنا وفي كل مكان الآن وإلى الأبد. ركبة حارق ولسان يعترف أن يسوع
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعاً الآن وإلى الأبد. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين أخوتنا على زلاتهم. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ومنقين أنياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس، ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا. يمكن أصعب شيء بصلاة الأبانة هي كما في السماء كذلك على الأرض، ولهذا نحتاج إلى المعزي، إلى الروح القدس حتى يساعدنا أن نحول بيوتنا، أرضنا، حياتنا إلى سماء. ولهذا نطلب منه: اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، وقدسنا بنعمتك لنكون أهلاً للوقوف دوماً أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ما أجل. يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة، نطلب إليك مبتهلين: لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا نسقط في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. آمين. شلما عمخو عمروحا،
اتشال قديش يا ابش الموثى هذا واغفر ذنوبنا بدمك الكريم ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا الآن وإلى الأبد بارخ ما موهوثات طيب وثد محيانا مارني شعم شيحة تشتمل برحمة عم كلان عالم عالمين آمين أحيق بالقهر دورا أمرعتا وشتا وكاسل بهي نور الله
قدشا غيونان وشتوينان وشتو تبنان مسود رازي علين شويحي وقديشي وحياني ولهاي نودي كلنا خاد ونشبح لها يا هو يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكل. أيها الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين. بارك مار. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا آمين. ويلوم شملنا آمين. ويقدس شعبنا آمين. الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية والإلهية وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وإلى الأبد عيد. كل عيد حلول روح القدس انتم بخير وبصحة وربنا إن شاء الله دائما هذا العيد ينعاد على الكل بفرح بسلام بمحبة ربنا اللي تملأ وتوحد قلوبنا كلتنا. توصية الأحد الأول من الرسل يوم الاثنين يوم غد 24 أيار هو عيد مريم أم الكنيسة. يوم الجمعة المقبلة 28/5 سيحتفل راعي الأبرشية سيدنا يوسف توما مرقس بقداس التناول الأول ل27 من أبناء وبنات الأبرشية في الساعة 8:30 صباحا في كاتدرائية قلب يسوع والدعوة عامة للجميع علما أنه لا توجد قداديس في بقية الكنائس. هي فرحة أنه العام الماضي ما كان عندنا تحضير للتناول الأول فتقريباً هذه مال وجبتين مال العام الماضي ومال هالسنة وتم تحضيرهم خلال هالفترة الماضية من قبل الأخت نورة الدومينيكية مشكورة مع أبونا أياد طول هالفترة ورغم هالظروف والصعوبات مال كورونا لكن الحمد لله قدرنا أنه نشكر الله بالنهاية إن شاء الله الجمعة القادمة نحتفل بأنه هالوجبة تقترب وتشارك وتنال هالنعمة نعمة القربان المقدس. الكل مدعو إلى أنه يصلي على نيتهم حتى اللي مدى يقدر يحضر القداس على الأقل كلتنا نتوحد بهذه النية. يوم الجمعة المقبل 28 أيار موعد المراجعة مع الدكتور سعد صلاح الدين مصطفى اختصاص الباطنية والتغذية. أيضا العيادة توفر التحاليل المختبرية من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحا. يوم الجمعة المقبل أيضا هي جمعة الذهب ذكرى العجوبة الأولى اللي صنعها الرسل. الأحد المقبل 30 أيار هو عيد الثالوث الأقدس. يعني اليوم هو عيد كبير هو عيد حلول الروح القدس هو
يعني للأسف يمكن احنا ليتورجياً ما ماخذ هالمكانة، بس هو بنفس مستوى عيد الميلاد وبقية الأعياد الكبيرة، لأنه هذا الشخص الثالث من الثالوث الروح القدس، والأسبوع القادم هو عيد الثالوث. يعني كثير مهم هالأعياد أنه إحنا نجي ونشارك ونحتفل بيها. واليوم يعني نشكر الله العدد يمكن همينا لا بأس بينه، بس إن شاء الله يبقى ويزيد هذا العدد أكثر وأكثر، لأنه خوفنا كل الخوف أنه ما بعد كورونا مثل ما يكون أكو مضاعفات صحية، أكو مضاعفات على الحياة الروحية. همينا الناس للأسف يمكن هذا البعد عن الكنيسة للأسف يمكن بعدين ينعكس أيضا واستمرارية وتعود على هذا البعد. فأتمنى أنه الأمور إن شاء الله نحو الأفضل تتحسن، أكو لقاحات، أكو شوية مناعة أكثر، وأكو أيضا نوعا ما تباعد إلى آخره، بس حاول أيضا نجي ونشارك حتى نحتفل بهالمناسبات المهمة. اليوم مثل ما ذكر سيادة الرعاية الأبرشية بالكرازة أنه هو تمر علينا ذكرى مهمة، هي أيضا 17/5 بالحقيقة كانت ذكرى تأسيس خدمة واحة الحنان، وأيضا هو بهالعيد عيد حلول روح القدس، هو بالحقيقة عيد لكل الخدمات، لأنه كل المواهب هي تنبثق أساسا من الروح القدس. لكن هي مرت علينا هاي الذكرى 12 لهالخدمة المهمة، واللي لازم نذكر ست لمياء اللي هي موجودة في أمريكا، لكن هي اللي أسست هاي الخدمة وبجهود كلش كبيرة، وأيضا كان معاها جملة كبيرة من الشباب. يمكن اليوم هم ما موجودين بالخدمة، انطلقوا إلى خدمات أخرى يهتمون في جوانب أخرى، لكن اليوم مثل ما ذكر سيادة الرعاية الأبرشية ذكر الكل اللي شاركوا، واللي ممكن قسم من الأخوة أيضا والأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يمكن توفوا، صلينا اليوم على نيتهم، وأيضا نطلب أيضا صلاتكم على نية كل هاي الخدمة إن شاء الله، حتى تبقى هي بالفعل رمز للعطاء وللاستلام وأيضا للوحدة، لأنه الجهة الأضعف بالفعل دا نتوحد بيها، دا نعكس أيضا وجه الكنيسة الحقيقي اللي تعكس وجه المسيح. آمين. Fuck.